بسيط وغير موجود في الواقع. بس الهدف منه انه نبدا نفهم فكره الانفرس كينماتكس. هلا هون انا محدود جدا، ففي عندي عدد كبير من الكويستشنز اللي بطلبها ما راح يكون في لها حل. يعني مثلا لو فرضنا الان عندي هاي اللينك طولها مساوي لهاي اللينك، طبعا الطول هون او الريست هون، خلينا نقول الريست بدل ما اقول الطول، خلينا نقول الريست هون. لو جيت طلبت بدي نقطه معينه احققها واحقق فيها اي اورينتيشن بدي اياها، واضح شو السؤال؟ هاي بنسميها ديكستروس. متذكرين كلمة dexterous؟ dexterity. كلمة dexterity معناها المهارة بالمعنى العام. بالمعنى الخاص هون dexterity معناها انه انا بقدر اوصل لاي نقطة وبقدر اجيب اي orientation بهاي النقطة. طبعا احنا هون محدودين بالبلين، فواضح انه مش رح تقدر انت اصلا تطلب مني اشي برا البلين. ماشي، واضح؟ واضح انه الورك سبيس هو البلين. فهذا الروبوت بقدر احط له ثيتا 1 وثيتا 2، فبعطيه ثيتا 1 هون وبعطيه ثيتا 2 هون، وخلص بقدرش احدد شيء ثاني. الاورينتيشن اتحدد، مزبوط؟ من ثيتا 1 وثيتا 2 تحددت الاورينتيشن تبعت التول او الريست اللي موجوده هون. لو كان ال1 مساوي لل2، النقطه الوحيده، في نقطه واحده بس بقدر احققها فيها اي اورينتيشن، ايش هي؟ الاوريجن. الاوريجن، لاني وقتها بلف هذا هيك، بلف هذه هون بحيث انها تصير هون، وبعدين بتغيير الى ثيتا 1 بقدر اجيب اي اورينتيشن بدي اياها. هاي هي النقطه الوحيده الدكستروس. معظم النقاط الثانيه انا محدود فيهم، محدود بايش بدي احقق فيهم، مظبوط؟ ففي اسئله كثيره راح اسالها راح تقول لي ما في لها جواب، وطبعا السبب انه احنا محدودين هون، لانه انا بدي بحاول عمالي في البلين هذا احدد اكس واي، يعني راح تطلب مني اكس واي. يعني مثلا راح تيجي تقول لي بدي النقطه هاي، اوصل للنقطه هاي، وعند النقطه هاي بدي هذا الاورينتيشن، ممكن ما يكون في حل، مظبوط؟ ففي عندي انا هون السب سبيس، بنسميه السب سبيس. السب سبيس هو هذا البلين، مش كل السبيس بس السب سبيس، يعني السب سبيس هو البلين كله، والورك سبيس تبع هذا الروبوت محدود. مثلا النقاط، في عندي نقاط كثيره بقدر اوصلها بس الاورينتيشن معروفه فيها وثابته، فيش غير اورينتيشن واحده. ايش هي؟ اللي هي لو جبت ال1 ومديت ال2 هون ورسمت دائرة حوالين هذا، عند كل النقاط هاي بقدر اوصلها، بس ايش الاورينتيشن عندها؟ محددة معروفة، خلص فيش غير الاورينتيشن هون. نفس الاشي ممكن اجي اوصل هون واوصل هون والاورينتيشن عندي محدودة بهذا الاتجاه، هذا مش دكسترا. وطبعا خلص اللي فيش عندي ورك سبيس برا هاي. عندي هون ورك سبيس في المناطق هاي، يعني كل هذه الدائرة اللي قطرها، اللي نص قطرها L1 زائد L2 بقدر أوصلها كلها، مش هيك؟ مش هاي النقطة بتقدر توصلها كلها، لكن الأورينتيشن عندها بتكون محدودة، ما بقدر أجيب أي أورينتيشن بدي إياها. فأنا very restricted هون في الحالة هاي، لأنه ما عنديش غير 2 degrees of freedom. كمان بنطلع هون، هلا هون رفعنا ل 3 degrees of freedom، لسانا planar، فالسب سبيس تبعنا إيش؟ بلين، مظبوط؟ بس مش شرط هو نفسه الورك سبيس، الورك سبيس محدود، السب سبيس عندي بلين، البلين اللي بيحتوي هدول اللينكس كلهم اللي موجودين هون. هلا في عندي حالات رح يكون في عندي فيها اكثر من وان سولوشن، وهي كمان احد الاشياء اللي بتبين معنا بالانفرس كينماتكس. فهون عندي مثلا حتى احقق هذا البوزيشن للريست وهاي الاورينتيشن، في عندي حلين اللي هو الالبو اب والالبو داون. اوكي؟ فراح يطلع منها هذا، راح يبين معنا بالحل لما نبدا نحل، راح يصير يطلع معي حلين او يطلع اربع حلول، او يطلع مش بهاي الحاله بشكل عام، يطلع ثمان حلول، يطلع 16 حل، حسب عدد الديجريز اوف فريدم اللي عندي وحسب الايز اللي نون زيرو. فبالحاله هاي واضح انه عندي انا في حل بهذا الاتجاه، في حل اللي هو بتحققه الزاويه هاي بكون ثيتا 1 بهذه الزاويه، ثيتا 2 وثيتا 3، او ثيتا 1 بهذا الاتجاه، ثيتا 2 وثيتا 3. ففي عندي هون اكثر من حل بالحاله هاي، وكمان احيانا بقدر اختار واحد من الحلين. في الحاله هاي مثلا بقدرش اختار الحل هذا لانه في عندي اوبستكل، فاذا دخلت معي الاوبستكلز وكانت موجوده هون، واضح انه هذا الحل غير مقبول، يا اما بختار حل قريب له، يا اما بنتقل طبعا للحل اللي موجود هون اللي هو بحقق البوسيبل سولوشن اللي هو. هلا بحاله التيوما مثلا في عندي هون 8 حلول،
تمام. خلينا نطلع اول شيء على الاربع حلول. في اربع حلول واضحه هنا موجوده هون، مثلا الاورينتيشن معينه بتلاحظوا هلا عندي هاي الزاويه، في زاويه هون ثيتا 1 ثابته بالحالات كلها، ثيتا 2 هون عندي مختلفه، فعندي ثيتا 2 مره كانت هيك ومره كانت هيك، مظبوط. ولما كانت ثيتا 2 هيك اضطريت انه ثيتا 3 تكون هيك وثيتا 4، فصار عندي هون ثيتا 2 ثيتا 3 ثيتا 4، اختلفت الزوايا تبعتهم، واحدة منهم البوزيتيف واحدة منها الزاوية النيجاتيف المقابلة لها أو تختلف عنها، فصار عندي هاي زاوية هون وزاوية هون وزاوية هون وزاوية هون وزاوية هون وزاوية هون. هلا كمان في حل إني إيش أعمل؟ أرفع الذراع هذا ألفه هيك وألف ثيتا 1، مش هيك اللي تحققت عندي هون؟ إذا بتطلعوا على فكرة هاي هي نفس هاي بس لفيته 180 درجة، لفيته حوالين نفسه 180 درجة وبعدين عكست الذراع، يعني لو هذا مسكته لفيته 180 درجة راح تصير هاي الذراع نازلة هيك وبعدين برفعها بهذا الشكل فبتكون عندي الشكل هذا اللي موجود هون، فصار عندي واضح انه عندي بالحالة هاي أربع حلول. واحدة بتتحقق بثيتا 1 هون، وبعدين بصير عندي ثيتا 2 ثيتا 3 ثيتا 4 اللي هم فيها، وبعدين عندي ثيتا 1 مختلفة لفيتها 180 درجة وصار عندي هون ثيتا 2 ثيتا 3 ثيتا 4. وفي كمان أربع حلول جديدة بتصير عن طريق الريست، سفيريكال ريست. سفيريكال ريست ممكن ألفها، ألف ثيتا ثيتا 5 أظن أو ثيتا 4 ب 180 درجة من هون وبعدين بقلب الزوايا الثانية. ففي الحالة هاي مثلا واضح عندي إنه عندي ثمان حلول ممكنة بالحالة هاي حتى أحقق نفس الحل، وهذا راح يبين معنا لما نبدا تحل وتطلع الانفرس كينماتكس. فاحيانا بالانفرس كينماتكس ما فيش حل ما في جواب، واحيانا بكون في عندي عدد من الحلول. هلا هون مثلا في حاله البوما 560 مثلا احد الاشياء بتعتمد عليها قديش عدد الفاريبلز هون اللي هم الايز، اللي هي ايش كانت اي تعريفها؟ المسافه بين زد 1 وزد 2 او زد اي وزد اي ماينس 1 along اكس 1، يعني زد 1 لزد 2 along اكس 1 مثلا. فمثلا بالحاله لو كان عندي اي 1 واي 3 واي 5 كانوا 0 بكون عندي اقل من او تساوي اربع حلول. احنا شو كانت عندنا؟ كان عندنا اي 3 ما كانش، مين اللي كان عندي زيروز فيهم؟ بحاله ال ما كانش في اي 1، اي 1 كانت 0، اي 5 كانت 0 مضبوط؟ اي 1 واي 5 كانت 0. فعندي هون A3 A5 مثلا اقل من او تساوي 8، بس هذا يمكن بنطبقش لهي، بس هي بتعطينا هون عدد الحلول الممكنه مقارنه بايز. طيب خليني اوقف هذا من هون.